لما يوصل تعداد سكان الأرض لمليار نسمة. ينزلوا المليار. وعاملين لهم بقى هم مخطط المليار دول هيستغلوا في ايه، لان هيبقى فيه طبقة من السادة وطبقة من العبيد برضو، يعني هيبقى فيه طبقة من السادة وطبقة من العبيد، وده له قانون كبير هنفرده بعدين، يعني القوانين اللي هي بتاعت الكاملة بتاعت النظام العالمي الجديد. فمهم في الفترة الحالية ان احنا داخلين، يا ربنا يعني يرحمنا يعني برحمته الواسعة، بس احنا يعني كل الشواهد بتقول ان احنا داخلين على مراحل النهاية، او هنبتدي في مراحل النهاية اللي احنا عارفينها في أدياننا جميعا وبقى لها شواهد كتير وهم بيستعجلوا بيها. فهي النقطة ان الفترة دي لابد ان يقودوا حروب إبادة، ان هم من ضمن الحاجات، والكلام ده موثق يا جماعة، ان هم عايزين يتخلصوا من 80 ل 90% من سكان الارض، لانهم بجميع الدراسات، وعلى فكرة ده كمان كان معلن في حاجة رسمية اسمها الأجندة 21، ودي حاجة موجودة رسميا، ان عدد ان كم الموارد وكم الغذاء وكم كذا مش هيكفي الا فئة قليلة. فهم حاطين ده مرسخين ان لازم يقودوا حروب إبادة خلال الفترة دي، يعني قبل سنة 2025، من 2020 ل 2025. يبقى كل ده نزل في مصر قوي طول الفترة اللي فاتت، يعني كانت زمان ما بناخدش بالنا منها في الحاجات اللي بتدخل بتدمر الناس، انتشار الكبد الوبائي ليه، انتشار السرطانات ليه، ما كناش بناخد بالنا. دلوقتي بقت يعني ايه، زي ما بيقولوا على عينك يا تاجر، يعني الماشيه اللي هي اللي اتلوثت دي اللي دخلت دي كانت داخله من اسرائيل، هتمارس علينا حرب بيولوجيه بكذا حاجه. أسوأ حاجه بقى في الحرب البيولوجيه هي موضوع تخليق الفيروسات ونشرها على العالم، ومن أسوأ الحاجات بقى اللي احنا يعني اتلمست بقى في العالم ده، غير بقى ان تحتيها يعني تحتيها بنود كتير جدا، بس من اكتر الحاجات اللي هي اثبتت وقتلت بالملايين فيروس الايدز. فيروس الايدز مشروح تماما، هم ازاي هو موجود هنا على فكره، يعني انا في فيديو بتاع ذا اوريجينز اوف ايدز، اللي هو ان هو اصلا حتى اللي اخترع الايدز في مختبرات السي اي اي معترف ان الايدز مصنع في يعني المختبرات، يعني اللي صنعوه في المختبر، صنعوه في المختبر، زائد ان هم زرعوه في افريقيا ازاي وعملوا على انتشاره من افريقيا ازاي، وبعدين ادعوا على العالم ان الممارسات الشاذة هي اللي نشرته، ونشروه فين بالظبط وكذا، وده تبع مخطط ايه. وللاسف ان بعد اعترافات اللي صنع الايدز وبعد الوثائق اللي اتمسكت بصناعته، اقصى حاجه اتعملت ان طلع كام جهه من منظمات المجتمع المدني بتطالب امريكا بالاعتذار عن القتل اللي قتلته. طب والراجل اللي اعترف ده سابوه كده ولا عمل ايه؟ ولا اعترف، هو بيشتغل تبع، يعني هو عالم وماسك يعني هو مش لوحده، هو تحتيه تيم ورك، بس هو الاساسي اللي اخترعه. النقطه يعني الكارثيه ايه، ان اقصى حاجه اتعملت ان منظمات مجتمع مدني مطالبه، لا مجتمع المدني دول ربنا يديهم الصحه، لا مطالبه، لا يعني مطالبه امريكا بالاعتذار عن اختراعها الايدز. ملايين البشر ماتوا، ملايين ده ملايين ومليانه، ده غير اللي احنا ما نعرفهمش، غير بقى ايه بقى الكارثه، اختراع من ضمن الحاجات يعني طبعا في بنود. طب هم عملوا ده ليه؟ بس ما انا هقول لحضرتك، انفلونزا الطيور، انفلونزا الخنازير، الكارثه بقى ان هم بعد ما عملوا انفلونزا الخنازير راحوا عملوا لقاحات قاتله، يعني دي الكارثه، يعني مش بس خلاوا الفيروسات، لا ده هم راحوا خلاوا الفيروسات وخلاوا لقاحات قاتله وربحوا من ورا القتل من ناحيتين، يعني فهمني حضرتك، يعني انت بتخلق مسبب قتل وحاجه الناس تلجا لها عشان تتعالج تقوم ميتها وبتربح كمان في نفس الوقت، يعني الكارثه قدام العالم ده بتاع الخنازير ديت، احنا وانت كل الخنازير اللي عندنا والطيور. وفي حاجه كارثيه كمان الناس مش واخده بالها منها، والناس فاكره ان الكلام ده برضو اسراف في المؤامره، ان موضوع القنابل العرقيه، على فكره قبل ما نتنقل برضو موضوع الفيروسات ده، غير بقى الاف المنتجات اللي احنا بنستخدمها كل يوم اللي داخل فيها حاجات بتسبب العقم واحنا عارفين كويس جدا ومع ذلك بنستوردها، داخل فيها حاجات بتسبب سرطانات على المدى الطويل، داخل فيها حاجات بتغير يعني بتعمل مشاكل يعني لا حصر لها، يعني ممكن مره نسرد موضوع كامل على الحرب البيولوجيه اللي بتتم على العالم. عايزه بس اقول حاجه قبل ما انقل من الحرب البيولوجيه، بس عشان ما ننساش الموضوع، ان اسرائيل من سنين، وده مثبت للي عايز يبحث عنه، عملت القنابل العرقيه. يعني ايه قنابل عرقيه؟ يعني انت قادر حاليا، والكلام ده على فكره مش تهريج، يعني انت قادر حاليا ان انت تفجر قنبله في مكان
تقتل جنس دون جنس اخر، تقتل عرب دون مثلا ايه اجانب، يعني دي حاجه كارثه. طب الناس كلها هتعترض تقول لك مظبوط هو دي وثائقك. انا ممكن لو فتحنا مره على الحرب البيولوجيه اجيب يعني حاجات لا يمكن الناس تتخيلها. طيب. الناس بقى تقول لك مثلا ايه، يعني معلش هقول حاجه، طب العرب او العرب ما هم مخلطين واليهود نفسهم مخلطين لا يمكن فصل مثلا. لا لازم نعرف بقى، بس هقول حاجه وهننقل الموضوع تاني. لازم نعرف ان في حوالي سنه 2002 اتعمل حاجه ضخمه جدا 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 شاركت فيها حكومات دول العالم اسمها مشروع الجينوم. مشروع الجينوم ده وصل